وإذا سألني شاب بماذا تنصحني؟ أقول للشاب أنصحك أن يكون النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف قدوة لك، لأنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لأنه كان شاباً وجميل الصورة، وكان بعيداً عن أهله، وكان في قصر ملك، والتي أمرته بالزنا سيدته، ولن تفضح أمره. عد العلماء 10 أسباب تدعوه إلى أن تزل قدمه، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لما صار عزيز مصر، خادمة رأته في موكبه فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيته. والآن بالعالم كل الفضائح في الأرض من زمرتين، فضيحة جنسية أو فضيحة مالية، فإذا تمكنت أن تسد هاتين الثغرتين فأنت في حصن، ولا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منك، محصن من أن تأكل مالاً حراماً، ومحصن من أن تتهم بامرأة. إن لم تخلو بها كيف تتهم؟ النبي قال كلام دقيق، قال ما خلا رجل بامرأة، ما قال ما خلا كافر، ما قال ما خلا فاسق، ما خلا رجل، أي رجل من دون استثناء بامرأة. حتى إن بعض دراسات علم نفس الجنس تؤكد أن الإنسان حينما يستثار من قبل امرأة في خلوة تعطل محاكمته. ألم يقع في حماقة ما بعدها حماقة؟ رئيس أكبر دولة في العالم بخلوة، لأنه يعني أعلى منصب جمهوري في الأرض، اضطر أن يبكي أمام رجال الدين معترفاً بذنبه، وقد نشر على الإنترنت أكثر من 3000 صفحة في تفاصيل سقوطه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا يزني إلا جاهل الدليل. سيدنا يوسف قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والنقطة الدقيقة أيها الإخوة أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، لا تقلق. وسبحان من لا ينسى من فضله أحدا، ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. بماذا ترقى إلى الله؟ غض البصر يرقى بك إلى الله، ضبط الأذن عن سماع الأغاني يرقى بك إلى الله، ضبط اللسان عن أن تتفوه بكلمة فاحشة يرقى بك إلى الله، أن تصاحب المؤمنين صحبتهم ترقى بك إلى الله. لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أن تبتعد عن كل عمل فني فيه مشاهد مثيرة هذا يرقى بك إلى الله، أن تلقي من يدك كل قصة مثيرة ألقها في الأرض، أنت إنسان طاهر، وهذه الشهوة التي أودعها الله فيك لن تحرم منها، ولكن في الحلال. أنا أقول للإخوة الشباب غض بصرك، واضبط لسانك، واضبط أذنك، واطلب العلم، وأتي إلى المسجد، وأتقن عملك، ولن ينساك الله من فضله. لأنه في كتاب الجامع الصغير حديث إن قرأته اقشعر جلدك، الحديث
ضمن مجموعة أحاديث تزيد عن 20 حديث: حق الرجل على ابنه، حق الأب على ولده، حق الابن على أبيه، حق المسلم على المسلم، حق الجار على الجار. أما هذا الحديث: حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف.